آخر سؤال حقا وليس عندنا غيره في هذه الحلقة. يقول السائل الكريم: امرأة رفضت مغادرة أمريكا مع زوجها الذي ليس عنده إقامة قانونية، تركت أطفالها وزوجها يغادرون البلد على أمل أن تحصل على إقامة هنا. بعد أكثر من سنتين الآن تطالب المسجد بإصدار وثيقة طلاق لها، علما بأن زوجها متمسك بها ولا يريد تطليقها، فهل من توجيه لإمام ذلك المسجد؟ الجواب عن هذا: إذا كانت الزوجة هي التي بطرت معيشتها وكرهت عشرة زوجها وأبت مصاحبته عندما فارق البلاد مضطرا، ولم يكن الزوج مضارا لها ولا مضيقا عليها، وأصرت الآن على الفرقة، نحن أمام حالة خلع، فعليها أن ترد إليه ما بذله لها من مهر ليفارقها. في الباب حديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وإن أبى الزوج تطليقها وقد بذلت له ما دفعه لها من صداق، طلقها عليه القضاء الشرعي ويقوم مقامه وينوب عنه المركز الإسلامي الذي وقعت في دائرة هذه النازلة خارج ديار الإسلام.